قدرة تلقائية، هذاك اش معناها العمل التطوعي. دوك يعمل حاجة بطريقة تلقائية وتجي المبادرة من 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 الصغير، دوك لازمنا نشجعوه معنويا بمعنى نثمنوا المجهود اللي قام به. دوك يعطيك الصحة، بارك الله فيك، أحسنت، محلاه سلوكك، نثمنوا المجهود هذاك اللي قام به. وبيان سور نثمنوا زادة الذات نتاعو، في ولدي على خاطر ذكي يعمل هكاكا، ولدي يفهم بالكدا هكا علاش عمل هكاكا، ولدي حنين هذاك علاش عمل هكاكا. دوك مهم جدا التثمين المعنوي وقت اللي صغير يقوم بطريقه تلقائيه بقيام بشيء من الاشياء كسوا داخل البيت او خارجها. زاده نحن نعرفوا اللي في المدرسه في السنوات الاولى بتاع الدراسه متاعنا، خاصه في المستوى الاول والثاني اللي هو اولى ثانيه ثالثه رابعه، معناها المناهج التربويه كلها تستند على القيم الانسانيه وعلى المبادئ والاخلاق والعبادات. دونك هذوما مناهج تربويه بيداغوجيه. دونك نقريو صغيراتنا في المناهج هذوما اللي هو باغ اكزومبل نقولوا له اي باش نتعلموا التعاون، هيا نتعلموا التعاون. دونك اش معناها دونك لهنا، وانا حضرت ديرنييرمون على تكوين لفائده معلمين المرحله الاولى والثانيه اللي هو يرتكز على التربيه على دونك التربيه على الاخلاق، التربيه على التعاون، التربيه على المواطنه، التربيه على القيم هذوما الكل اللي من المفروض تتوفر في صغيرات. ومن بعد ينشر باش تقل شويه كي نقراو مثلا التعاون، مش يسفي جست نقرا اش معناها التعاون، نعدي عليه امتحان ونرمي الكراسه في الدرج، لا نفهم شنو هو التعاون بخلاف الموقف. دونك نتعلموا مهاره اش معناها، هذا هو اللي ماشي فيها سياسه وزاره التربيه ايفيكتيفمون. دونك شنو يقولك؟ يقولك المعلم دوك يوري مهارة للصغير تدخل تحت خانة التعاون. مثلا اليوم ايا باش نتعاونوا باش نزينوا القسم مع بعضنا، دوك واحد يلصق، واحد يقص، واحد يجيب تصويرة، واحد يلون حاجة اتسيتيرا، ذاك التعاون. دوك يقوم بالحركة ذيك بالسلوك ذيك، يدرب عليه التلميذ باش يرسخ في ذهنه ويولي حاجة بديهية طبيعية مكتسبها في السلوكيات متاعو. مثلا باش نتعلموا قيمة النظافة، دونك هي يلزمنا نتعلموها سو فورم دو مهارة. باش نعملوا نهاير اليوم عمل تطوعي في وسط المدرسة مثلا باش نزينوا والا باش ننظفوا حديقة المدرسة. هنا قداش مهمين سونيا ممكن الحاجات هذوما اللي نغرسهم في صغيراتنا من الناحية التطبيقية، خاطر صغير وقت اللي باش يحكي ماهوش باش يفهمك. باغ كونتر كي باش تعمل مثل الأنشطة هذيا، دونك وقتها تنجم تترسخ في الذهن. أما نلعبوا على الجانب نتاع الوتيرة، خاطر مش في مرة سي بون تي علمت واش معناها التعاون، ومش في مرة راه مهارة النظافة دونك سي باش يتعلم النظافة. ايفيكتيفمون دونك هي وتيرة الأشياء، باش نوليو كل يوم نخصصوا دقيقتين من زمان ننظفوا فيها القسم، كل يوم دقيقتين من زمان نلصقوا فيها حاجة خدمناها في القسم مع بعضنا كمشروع اتسيتيرا. دونك تلمو الصغير يتعود بالسلوك هذاك اليوم، ينعرفوا اللي هو معناها التكرار وتيرة الأشياء هو اللي يرد منها سلوك مكتسب. دونك هذا هو التمشي اللي ماشيين فيه. هذاك علاش مهم جدا زادة من بين القيم دونك نتعلموا قيمة العمل التطوعي. فوالا، ومهم جدا قيمة العمل التطوعي. احنا حبينا نخرج خاطر قلنا برشا زادة من الأولياء مالوغوزمون اللي يقول لصغيره شنو أنت تعمل، حتى كي يبداو نشطاء في المجتمع المدني حتى في عمر كبير يقولوا أبخي أنت في شنو تعمل، قاعد تضيع في الوقت نتاعك، شنو اللي قاعد تجيب فيه من الحاجات هذيك، ألوغ كو التأثيرات النفسية. وهذا اللي يشير له كيكسوا التربويون والا معناها الاخصائيين النفسيين في هذا الاطار، يقول لك التاثيرات الايجابيه جدا من خلال العمل التطوعي. حتى نشوفوا تو بعد نشوفوا حتى معناها على مستوى الدراسي معناها اللي يكونوا بارزين اكثر، اللي يكونوا ممارسين لاعمال تطوعيه. سونيا ما خلينا امنه عندك مضيف خاطر اونترتون امنه تحضر لنا معناها اللي حبيت نقول ايفيكتيفمون تو اليوم فما نحن عندنا تلامذه قاعدين تبارك الله معناها ينجحوا بمعدلات خاصه في الامتحانات الوطنية معدلات ممتازة، ساعات يقعوا رفضهم في تسجيلهم في جامعات على المستوى الدولي. علاش؟ على خاطر ينقصهم العمل التطوعي، وليت معناها بند وشرط من الشروط كونه التلميذ الإنسان بصفة عامة مهما كانت صفته إنسان موظف عامل إتتغى يلزم يكون في السيرة متاعه دونك الدراسية أو المهنية قام بأعمال تطوعية اللي هي يربح بها برشا نقاط للالتحاق بتاتخ سواء بمهنة البرة ولا بي ولا الالتحاق بجامعة من الجامعات الدولية الكبيرة اللي ساعات فما برشا عباد معناها
مثلا باغ اكزومبل فما التلميذ باغ اكزومبل جاب 15 معادل والتلميذ جاب 18 وال15 يدخل قبل اللي جايب 18 على خاطر هو عنده في السي في نتاعو خادم برشا اعمال تطوعيه ايفيكتيفمون والانخراط في العديد من الجمعيات ذو الطابع التطوعي هو اللي يخليه ايفيكتيفمون يلتحق بل بغيره لمثل هذه الجمعيات. خذينا نحن جست انموذج لكن فوالا يتعدوا الامثله والاهميه هنا نتاع الاعمال التطوعيه. احنا خلينا خرجنا للشارع القيرويني وتسالنا في هذا الاطار سورتو لانه الاولياء عندهم بعض المعلومات حول اهميه العمل التطوعي خاصه بالنسبه للصغيرات نتاعهم. اكيد احنا كاولياء نسعى ديما مع الصغار نشاركون في اكثر انشطه تطوعيه خاصه انه ساهم في الانفتاح الصغير هذيك في الاختلاط مع الاطفال اللي في عمره يتعلم منهم يتعلموا منه ويكبر مع عقليه التسامح وتعلموا التطوع وتعلموا الاعتماد على الذات. احنا والمعناها المتوفر واحنا والمؤسسات اللي تطرح الجمعيات خاصه اللي تشجع الاطفال هذوما على العمل التطوعي اكيد احنا كاوليا ماذا بينا ديما اطفالنا حتى معناها سواء في العطل نتاعهم ولا حتى في فتره الدراسه انهم يكونوا متواجدين في اطار يعني عمل جماعي ويبدا في وسط مجموعه ينشط مع المجموعه باش يترسخ عنده فكره انه التقدم في الحياه يكون في اطار تعاون بين كامل الافراد المجتمع. اكيد هو الكل معناها بهدف انه الصغير هذاك يكبر في عقليه منفتحه في عقليه تعاونيه في عقليه يقبل الاخر كما هو. خاصه نحن اليوم نشوفوا قداش كثر التنمر في الوسط المدرسي. اليوم ضابين الصغير هذاك مع العمل التطوعي في اطار مجموعه من الاطفال في اي نشاط وكان يخليه يقبل الاخر ويتسامح مع الاخر. فوالا هذه هي الولايه اي جوستمون احنا ماذا بينا الحقيقه مازالوا باش نسمع ان شاء الله يكونوا معنا على نفس الراي نتاعها اللي هي تقريبا تطرقت لمختلف الجوانب سنيه خاصه المهارات اللي نجم يكتسبها الطفل من خلال العمل التطوعي. قالت هي ديجا دونك حب المسؤوليه ولا تعويل على الذات وقيمه الذات نتاعو الثقه بالنفس اللي هو باش يعمل عمل اللي هو باش يتقاضى عليه تقاضي معنوي دوك مقابل معنوي دوك حكيت على التعاون على التسامح تقبل الاختلاف زاد حتى التواصل معناها يولي يتعلم كيفاش يتواصل دوك اون فان كونت هو العمل التطوعي شو باش يخدم انا هو نوع من انواع الذكاءات المتعدده باش يخدم الذكاء اللغوي باش يخدم الذكاء الحركي باش يخدم الذكاء الاجتماعي اللي هو ديجا ياثر على بقيه الذكاءات الاخرى دوك لهنا نون سولمون صغيرك تعلم سلوك مي راهو زاد نما الذكاء نتاعو اللي هو بمختلف انواعه. فوالا وهذه اللي نحكيوا عليه وقلت لك انا سونيا حتى الحقيقه بشرت انا بعض الحالات الناس اللي تعمل في الاعمال التطوعيه تلقاه قديش معناها ممتاز من ناحيه الدراسه نتاعو خاطر انا قلت لك كيما قلت لك فما بعض الاولياء واحنا مانيش قاعدين نعموا لكن قاعدين ناخذوا في الفئه الكل اللي تقول لك جينيرالمون بربي شنو باش ينضاف له اذا كان مضيعه للوقت ماهوش باش يزيد له حتى شيء خليه يقعد في الدار يمد قرايه يقرا راها خير من اللي يبدا ماشي ما عنده ما يعملوا تضيع وقت الوغ كو شوف هذوما هالحاجات اللي نجم يكتسبها في اطار هذه قداش نحن مازلنا معني نطلبوا ثقافه ووعي باش نكونوا واعيين باهميه العمل التطوعي خاصه علينا احنا كمستوى الاولياء. ايفيكتيفمون دونك اليوم معناها حتى في مثلا باغ اكزومبل باش ناخذوا مثال ديما نحب نعول على الامثله باش نبسطوا ناخذوها من الحياه نتاعنا اليوميه باش نجموا نفهموها. نحن اليوم باغ اكزومبل دور الشباب في الجمهور مختلف معتمد ولايات او معتمديات الجمهوريه التونسيه اليوم دور الشباب فما اولياء يراوها اللي هي مكان ما ينجم يتعلم منه حتى شيء صغير مضيعه للوقت بتتخزد ينجم يتعلم فيها حاجه جيت خارج الاهداف بتدخل اللي معلن عنها ينجم لا قدر الله يضيع على قرايته ينجم يتعلم تتخسلوكيات من 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 شباب اخرين اللي هما غير مرحب بها اتسيتيرا ولكن لا اليوم راهو دور الشباب هو المكان اللي نجم ساعه اولا الشاب يلقى فيه التوازن نتاعو على خاطر هو نعرفه اللي خصوصيه مرحله المراهقه هو
الانتماء الى المجموعه، دونك باش يلقى معناها شباب من عمره هو مختلفين عليه، بتتخ نجم يكون حتى في اللغه، في الانتماءات، في الافكار، في الهويه جوستمون، في الهويه الانسان اتتغا في شخصيته. ولهنا يعلم كيفاش تقبل الاخر وتقبل الاختلاف، كيفاش باش يتعاونوا مع بعضهم باش ينجموا يخدموا مشروع مع بعضهم، كيفاش ينجموا يتعلموا باش يخدموا هدف مع بعضهم، كيفاش يتأقلموا، لازم يتأقلموا مع بعضهم على خاطر أنفادكم شو قعدوا ديما موجودين مع بعضهم، الانخراط في برشا حاجات، يتعلموا برشا مهارات، المهارات هذية اللي تنجم تكون مهارات التواصل، مهارات الريادة، مهارات السيادة، مهارات كسوا في الأنشطة الثقافية، الأنشطة الرياضية اتسيتيرا. دوك اليوم أنفادكم الشاب قاعد ينمي في حاجة اسمها ثقافة وثقافة عامة، دوك شلقى فيها الهوية متى وش اكتشف فيها روح، وش اكتشف برشا حاجات. دونك هذا عطيت انا اون مودج من النماذج تنجم تلقاهم بيان سور بخلاف الجمعيات اللي ديجا موجوده. وكيف ما قلت لك ساعات فما ايام مفتوحه تعملها كسوسوا البلديه او المعتمديه او مؤسسات التربويه او مختلف المندوبيات اللي موجودين في الولايه، كسوا مندوبيه الصحه، مندوبيه التربيه، مندوبيه الاسره والعمران البشري، المراه والاسره، برشا حاجات، برشا ليزاكتيفيتي نلقاو افكتيفمون، نلقاو انشطه ونلقاو ايامات مفتوحه اللي يحب ينخرط واللي يحب يساهم واللي يحب يعاون بشتى الطرق. راه كيقولوا يحب يعاون مش ديما نمشيو للمعاونه الماديه، معنى الجانب المادي باش تقدم من ماده افكتيفمون. نحن نقولوها ديجا في لغتنا العاميه، يقول لك ساعات المعاونه بصحه الابدان اكثر من المال، تظهر اكثر من المال افكتيفمون بصحه الابدان. كون باغ اكزومبل فما برشا مثلا مؤسسه اليوم التربويه عملوا زيارات اللي معناها لدار المسنين، صوت جمعيه صوت الطفل للاطفال الايتام. دونك اليوم فما برشا اعمال تطوعيه ينخرطوا فيها معناها اطفال وشباب بمختلف الشرائح العمريه اللي يتعلموا منها برشا حاجات كيف ما وصفناها مقبلة. ولكن بتات خذا وحده ما يقعدش كيفي إذا الصغير ما يلقاش تشجيع من عند والديه، ما يلقاش تشجيع من إطار التربوي، ما يلقاش تشجيع من المحيط بصفة عامة اللي هو موجود فيه، حتى لو كان هو يحب بطول الوقت يولي يفقد إيمان ويفقد الرغبة، يفقد الرغبة فيكتيمو على خاطر نعرفوا نحن اللي هو التشجيع مهم. علاش قلت لازم نثمنوا جوستمون سلوكيات صغارنا، خاطر مهم ومهم جدا. اليوم انت كي تشجعوا باش يعاون الانسان الكبير باش يقطع الكياس، اعرفوا راه هو في الدار نهار اللي باش يلقاك متقلق راهو باش يعاونك من غير ما انت تطلب منه. شوف الاهميه نتاع الحاجات هذوما اللي نجموا ينعملوا. نهار اللي يتعلم في المدرسه اللي يلزمو يعاون صديقه او زميله ما نجمش يقوم بتمرين او يقوم بعمل معين او او يعمل تعليمه معينه او يكون حتى صديقه من ذوي احتياجات خصوصيه باش يعاونه، راهو اعرف ما نجمش يعاون من نهار اخر خوه في الدار ولا اخته من جمشي. دونك الانعكاس راه معناها انت لازم تقرا حسابك ولي شنو هو اللي برا وتصرفت للبرا. بعد ما تلومش صغيرك تقول علاش يتصرف كيما هكا في دارك الكسوة معايا انا كولي مع مع امه مع ابوه والا مع خواته. دونك وقت اللي نبداو من الشارع مره هذه باش نعكسوا الايه ممكن شويه اللي نبداو من الشارع وهي الانعكاسات نتاعها اللي باش نستناوها ديجا على الدار. افكتيفمون اليوم باغ اكزومبل وقت اللي تتطرح اعاده النظر في كل ما عنده علاقه بالعقوبات التاديبيه داخل المؤسسه التربويه، وقت اللي انت تجي باش تقترح تقول نحي كلمه عقوبات خلينا نقولوا خلينا نحطوا في بلاصتها اصلاحات، كي تجي باش تقول به شنو ينجم يكون الاصلاح، شنو البديل، تقولوا باغ اكزومبل ينجم انت التلميذ في عوض انت باغ اكزومبل كسر باغ اكزومبل طاوله في وسط المؤسسه في عوض يتعاقب عليها نهار ونهارين، هو باش يرجع باش يزيد يكسر زوج وثلاثه، علاش انت في عوض تعاقبه بالطرد حاول معناها هي مش عقوبه فهمت كونت انت تحسوا للساعة اولا للسلوك هذاك سلوك غير سوي باش يتحمل مسؤوليته فيها، وثانيا اون فان كونت يلزمك تجبره كونه الحاجه اللي كسرها يصلحها، تعطيه اليات نعملوا اون جورني على اساس اعاده ترميم الاجهزه المعدات واجهزه المؤسسه التربويه. دوك يجيو التلامذات هذوكم اللي قاموا بتهشيم او بتكسير المعدات وتخليه كونه هو يصلحها، اليوم يصلح حاجه غدوه اثنين ثلاثه اربعه يولي هو بيدو يخاف حتى باش يكسرها باش يقول لك باش ترصيني نجي نصلح. دوك ديجا هذا في حد ذاته هو سلاح،
حتى من غير خوف يولي ينتمي الى المؤسسه ذيك واللي هو يستحفظ على الادوات اللي هو الاجهزه يحس قيمه المؤسسه وقيمه المشتريات الموجودين فيها. دونك كنت خدمت انت ابارتير من المؤسسه التربويه ولا من المحيط نتاع الصغير كي يرجع للدار ما يكسرش يستحفظ على الحاجات والا يتعلم التصليح يولي كي تتكسر حاجه هو يبادر باش يمشي يصلحها. معناها شوف قداش مهم ومهم جدا كونه حتى الشارع افكتيفمون لازم ينخرط في العمليه اللي بالاساليب التربويه مع الوالدين. ولا ديما الاساليب التربويه الحقيقه في تطور سنيا وقاعدين مواكبه للعصر وخاصه اللي نحكي واحنا اليوم على العمل التطوعي وقت اللي نزيدت الحقيقه الاهتمام فما برشا زيدا من الناس ولاو واعيين باهميه العمل التطوعي ولاو اكثر وعي خاصه بالفوائد والاثار الايجابيه نتاعو على الشخص المتطوع كيك سوا في المجتمع ولا زيدا في حد ذاته ولا على الاسره نتاعو. 70/35 الى 77/288/289 نذكركم موضوعنا اهميه العمل التطوعي خاصه الفوائد نتاعو على الفرد والمجتمع وخاصه تصرفاتكم انتم مع صغيراتكم من ناحيه العمل التطوعي.